دلوقتي هنروح نشوف تقرير لطيف جدا ومهم جدا عن فنان ممنوع خالص بيرسم على الزلط، ونرجع لكم وحملة شفت تحرش. انا اسمي فادي عبد الله وهاوي الفن بشكل عام. انا مركز في ان انا استخدم خامة الزلط في اعمال فنية، حاول استكشف طريقي في ان ايه اللي انا اقدر اعمله بالزلط والصخور بشكل عام. هي مش زلط بس قد ما هي صخور بانواعها. العمليه جت بالصدفه البحته، لان انا كده كده بحب الطبيعه وبحب اتامل فيها. فمن كذا سفريه في حتت في سينا وفي محافظه الفيوم حوالين بحيره قارون بالتحديد، ابتديت الاقي اشكال مختلفه من الصخور والزلط، كنت كده كده بجمعهم. مع الوقت جالي عن طريق الانترنت ان انا لقيت في اوريدي استخدام لخامه الزلط في الرسم عليها، فجالي فضول ان انا اجرب الحكايه. جربت، نجحت ان انا اعمل اشكال فنيه على الزلط وبالزلط وبالصخور، ولقيت استحسان عند اصدقائي وعند بعض الناس اللي اعرفهم. في ممكن زلطه تاخد مني ايام، لو زلطه مثلا لو هكسيق، لو هغير لونها تماما هتحتاج وقت عشان تنشف. وبعد كده لو هعمل عليها في بعض الرسومات اللي هي مقتبسة من الفن الهندي، دي بتحتاج وقت، ممكن زلطة اقعد فيها 3 4 ايام، او على حسب الحالة المزاجية برضو ممكن تاخد اسبوع او اكتر. وفي زلطة ممكن يتعمل عليها الشغل خلال ساعة زمن، خلال 60 دقيقة اخلص عمل فني على زلطة. اتمنى على الصعيد الشخصي، اتمنى ان انا يكون عندي جاليري بتاعي، وبلس انه يكون جاليري والباك اريا بتاعته يكون فيها ورشه بقدر اطلع فيها وحدات الاضاءه ووحدات الديكور واستخدم الخامات بقى المختلفه، سواء كانت زلط ازاز وات ايفر. واتمنى انا كمان ان انا ادي كورسز للشباب والاطفال، وان انا انشر حب الجمال عند الناس بشكل عام عشان نغير من ثقافتنا في مجتمعنا، لان انا بحب بلدي وبحب اهل بلدي وعايز نتغير للافضل.